بيه خلينا نبدا معك انت يا احمد. الموضوع تابع نجم الساحلي ايضا برشا كلام على اقاله حمادي الدو، كان جبد حتى مروان نحكي شويه البارح، جزء اسماء مرشحه اللي هما اسحل الدريدي ومحمد المكشف قبل حص، عملنا شويه اتصالات زوز تقريبا ينفيو، يقول لك الى حد الان ما كلمنا حتى حد بصفه رسميه، مثلا محمد المكشف يقول لك بعض الاتصالات اللي ما هيش رسميه من عباد مقربين والا لا، لكن اتصالات رسميه من زبير بيا والا المجموعه اللي معاه حتى التو ما اتصل بهم حتى حد. الاسامي الزوز معناتها اللي سميتها مع اسامي من اكفأ المدربين التوانسه يعني تقريبا، وهذا اثبتوه في كل المحطات التدريبيه اللي خاضوها سواء لسعد الدريدي بالخبره نتاعو بالتدريب والفرق التونسيه الكبرى كل باستثناء الترجي الرياضي التونسي، صار ان شاء الله تجي فرصه لسعد، يعني مش انا باش نحكي على كفاءته التدريبيه ولا على مهاراته ولا على خبرته، كذلك المكشر كيف زاد من الكفاءات معناتها الصعاده في التدريب واللي اثبت زاد اللي هو مدرب كبير برشا، لكن اللي نقوله انا زاد بصراحه الانسان يكون يتحلى بشويه موضوعيه، انا نرى من الاجحاف ومن الظلم الحمادي الدو اللي بعد جولتين نحكيه على الاقاله نتاعو، انا في تقديري على النجم الساحلي انه يعطي المدرب هذا الفرصه كامله وبعد ان يقيم على الاقل خليه تمشي البطوله 5-6 ماتشات وخليه يكون الافكتيف كامل على ذمته على الاقل لفتره معينه باش النجم نحكموا على الحال على السيد حمادي الدو. انا اللي نعرفه اسلام اللي انا زبير بيا منذ توليه رئاسه الهيئه التسريبيه للنجم الساحلي اتصل بالمدرب لسعد الدريدي وقال له اقعد معناتها اون انستونس راك انت باش تكون المدرب نتاع النجم الساحلي في الفتره المقبله، يعني شنو تستشف منه هذا وشنو تستنتج منه اللي يراه الهيئه التسريبيه للنجم الساحلي ما فماش نوعا ما من الثقه الكامله في قدره السيد حمادي الدو على انه هو يكون البروفيل ايديال والمدرب الملائم للنجم الساحلي. انا اللي نتصوره فما زوز ماتشات جايين للنجم الساحلي اللي هما سليمان وتطاوين باش يكونوا هما تقريبا الروبير باش يكونوا هما المقياس على اساس تقيم الهيئه التسريبيه للنجم الساحلي العمل نتاع حمادي الدو، اذا كان ما حققش فيهم نتيجه ايجابيه انا نتصور التغيير ات لا محاله. مروان انت لمحت عليه الموضوع البارح ويبدو لي برشا حتى عرضوك، لكن يبدو لي الوقت اثبت انه الكلام معناتها ماهوش غلط. اكيد سلام، راهو كي تجي تشوف انا ممكن مانيش فرد كلام، انا واحمد يقول لك اليوم على دو ماتش ويتنحى اونترونور باش تصعب الامور اكثر. وكيما شنو على دو ماتش تنجم تقيم مدرب معناها؟ بيان سور انا شنو بيان سور؟ لا فما حاجات لوجيك يا احمد. لوجيك شنو؟ لوجيك خاطر كي ما تاخذش بايك من الاول تبدا تتنافس بعد كمل تطيح الديفيزيون دو. لا اليوم الترجي ايش كان؟ خلينا نكونوا موضوعيين، ما نظلموش الناس بصراحه. اسمع انت كان تنقذ الفريق من الاول، اليوم راني عامليه ونحكي من احسن مدربين راهو حمادي الدوره. شنو تبدل؟ لا نحكي لك اليوم كان يعرف يراني ما عادش يعرف. لا مش اليوم حتى من رأيي انا حتى هو اليوم زوز مقابلات خساره يولي مش كثرت البريسيون عليه ويمشي خير، خاطر النتائج باش تمشي وتكثر. اليوم حتى الجماهير مطالبه بالتغيير، المدرب حياته معناتها معارضه للبريسيون. هاو فوزي يقول لك انا قيموا العمل نتاعو فوزي، حتى فوزي هاو مدربين كبار يحكوا فيها. خلينا من نحكي وخلينا من نحكي يقول لك انا نعيش بالنتائج ما تمشيش معايا ماتش اثنين روح ونمشي. خلينا نكونوا على هذاك هو المدربين، خلينا نصفوا الناس نعرف باهي معاك فيه، خاصة الماتش اليوم ما عندوش افكتيف، الماتش الثاني اللي كيف مش حاضر. اسلام تحب نحكيو تو باللوجيك بالمنطق واللاعبين تسمع فيهم اللوجيك والمنطق ديما نقولوا نتاعك انت اسلام. البارح احمد عنده لوجيك اخر ومنطق اخر. اليوم انت مسؤول عن الانتدابات كحمادي الدو، وانا ضد الفكر نتاع مدرب. كيفاش مسؤول هو؟ اسمعني بيان سور كي كيما لا الشرميتي وعبد النور وزوين شويه. لا اليوم كي راهو فريق كامل. اسمعني يا احمد كي راهو فريق الكل باحتراماتنا للسبيرسيه وكلهم ابناء النادي سبيرس يعرفهم حمادي الدو، اسكو زبير بيا معناتها يعرفهم هذوما؟ الزبير ما يعرفوهمش ولا الشرميتي ما يعرفوهمش. حمادي الدو يعرفهم يا مروان، هما متدربين عنده. خلينا اسمعني ما خدوش الراي العام، الناس الكل تعرف. راهو ملاعبين البروفيل مثلا الشوات مش ملاعبين. يا احمد هنيد مش ملاعبين. يا احمد دكدوك مش ملاعب. هنا خلينا نحكيو على فرق، دخلنا في المليون اللي لبسوا احنا. انا ضد الفكر مدرب يجيب ملاعبين، خاطر اسمعني في تونس راهو فما مدربين راهي تاكل باش يجيب ملاعبين.
وسفر انا مانيش نتهم في حمادي دوره، انا فكر مدرب يجيب ملاعبي، فما 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 اداره وفما شكون اللي ليه بالانتدابات وهو اللي يجيب الملاعبيه. المدرب اليوم نتحي حمادي الدوره، انا راني مش نحكي على حمادي الدوره وسمسار ولا كذا، لا 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 انت كيفاش حكمت عليه؟ نحكي لك اون جينيرال، انا ان جينيرال اليوم الملاعبيه ذوما اللي جابوا المدرب غدوه يساك ويمشي على روحه. اسكو من بعد كيما نقولوا الناس كل تكلم المكشر والاسعد ريدي، اسكو ذا يبيعهم اليوم الملاعبيه الموجودين باش يكملوا ياخذوا هو الترا كاسامي ممتازين موجودين في النجم الساحلي؟ نحكي لك برشا خدمه، ممكن عنده فكره المدرب ناس نحكي لك فيزيكمون، خاطر اليوم ما شقوش في قيمه من قيمه المدرب حمادي الدو. مكان اسمك راك ما تنجمش تكون هذو ملاعبيه، ادنى واحد فيهم عنده 5-6 شهور ما لعبش، ما تنجمش النجم يصبر شهر، خلي الملاعبيه هذوما يوليو كومبيتيتيف، الملاعبيه هذوما يوليو جاهزين بدنيا باش نجم نحكم على المدرب. اي ليه 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 معاك فكره، هذه الغلطه من الاول، انا ما نجيبش ملاعبي ماهوش ما يكونش كومبيتيتيف، هذه معاك ما عندكش فلوس لا ما عندكش فلوس ما نجيبوش لاعب من السبور. اي شو نعمل؟ لاعب اللاعب انا عندي الفريق الثاني لاعبه من سونتر فورماسيون يا احمد، انا نجيب ملاعبي كاليتي ونصبر عليه خير ما نمشي بالمنطقه نتاعك. انا مثلا بار اكزومبل انا اللاعب وليد من ابناء النادي وحتى كي يغلط الجمهور يصبر عليه، لا يصبرش عليه دي بلا لي ما تلعبليش الصغار ما عندهمش كاليتي. على فكره اسلام انت جبت على موضوع قلت كيفاش يتنحى، خنقولوا واقعين نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي في بطوله تونس راه البارح بخلاف لوكازيون اللي ضيعها عبيد ما خلقت حتى فرصه للنجم الرياضي الساحلي. شو تقول لي؟ لا نحكي لك، نحكي انا نحكي على الماتش ما خلقت، نحكيوا من الموقف النجم الرياضي الساحلي وانت عندك الفريق هذا عنده شهرين عملت بريباراسيون، عملت ماتشويت اميكا قديت كورت عملت منه ما تخلق حتى فرصه في بطوله تونس ومريول لطوال هكا تو نحكيو، واليوم تقول لي انت المدرب علاش يتنحى؟ واضح هاي واضح واضح فكره يا سيدي خلينا نسمعوك خويا. بصراحه انا جون سي با داكور على الموضوع هذا، ماذا بينا نعطيو يقدر ونحترموا المدرب ايا كان اسمه، هذه كلمة مدرب ومدربين يسمصروا وما يسمصروا هذه حاجة. مش على حمادي الدورة نعرف نعرف مش على حمادي الدورة، وحنا عندنا مدربين تسمصر انا قلت عندنا مدربين هذا رايك؟ عندنا مدربين يعني خايفين ممكن نتكلموا الناس الكل تعرف. خليك كامل واضح الفكرة وصلت. جاتك جديدة هذه سيدي ذا؟ أنا ما نعرفهاش. أنا نعرف أنا نعرف مبروك عليك. فما مدربين تاكل كل وكل. لا باش علينا تو باش علينا باش علينا انا علاش انا فرق ما بيناتكم نتكلم انا صح نتكلم عليك. صح عليك اخي ما تعرفوش هذا ما تعرفوش وصلت الفكره خليه يتكلم. اولا نحترموا الناس، المشكله وين اخويا اسلام؟ هو انه حمادي الدو اخترته الاداره القديمه. شو نقول انا؟ من حق الاداره الجديده غير مقتنعه بعمل حمادي الدو، هذا موجود موجود في النوادي وفي العالم الكل، انا مقتنع بك انت وفهمني مش مقتنع بك، هذا كلام يصير هذا. لكن شو نقول انا؟ لو مينيموم دي شوز لو مينيموم نخليو حمادي الدو يكمل ماتش تطويل، ونخليو حمادي الدو يكمل ماتش نتاع سليمان جايين هنا نحكموا على 4 مباريات. مروان غلط قال لك عنده شهرين ويلعب في ماتش هو تاميكال بهالفريق هذا، هذو من الجمعة الأخرى مازالوا ما مش كالي فيه بورتون انفورماسيون ساعة هذو ما الجمعة اللي فاتت ما يلعبوا مقابلة ودية كي ما مش كالي فيه مع شكون؟ ما كالي فيه معناه تخليني من كاليفيكاسيون توا توا جاو الاتوال الجمعة الأخرى الاتوال تاع ريكروتمون مش الكل جاو الجمعة الأخرى يا ولدي ما هو افكتيف نحكي عليه افكتيف أنا وعن مشاكل نتاع جمعية كاملة صحيح هكا سنة الحياة يقول لك المدرب باهي يا سيدي يمشي المدرب. هل الهدف نتاعك انت يا زبير بيا يا نجم الساحلي بهذا الافكتيف اللي موش مقتنع به سي مروان معناتها تو هذوما جابهم سي حمد الدو تو كيف يجي نسعد الدريدي ولا يجي محمد المكشر يقول له انتوما ما قمش من العبيه ايه بعدوا عليه منين نجيبوا الملاعبيه؟ فما في السوق في تونس فما ملاعبيه؟ فما ملاعب سميني ملاعبي في بالك في بالك ايش كلمه؟ لا لا خليني كمل خليني كمل عايش النجم الرياضي خليني كمل البارح خليني كمل عايش خط النجم ما فيها حتى واحد من ابن الفريق الله غالب على هذا هذه غلطتي انا راهو نحكيو على النجم الرياضي الساحلي مدرسه تاع تكوين ملاعبيه راهو يلزمك تعترف وانه المدرب نحكيو على مدرسه قويه في تونس راهو مدرسه تكوين شوفي التوم في حمادي داو اليوم نحكيو جنرال واللي فاهم ما تنجح كان بولادها راهو شوشين والجمعيه والجمع عبيد والجمعيه لا لا نحكي فقط خليني من قبيله يحكي وما كلمت اي تفضل اي بسرعه تو كي يقول لك الجمعيه اي هذا ذنب المدرب حمادي الدو
شو ذنبه المدرب؟ صحيح صحيح انا معك، ما لقاش افكتيف، جاب جماعه يعرفهم سوديزون اقرب له في افكاره، من حق المدرب يعطي رايه. وباهي يا سيدي، من حق الاداره، واش بين الاداره ما جابتش، علاش خليت المدرب يجيب؟ هذه الغلطه. وانت وينك؟ هذه الغلطه، وهذه اللي احنا نشوف ما نرميوش، ما نرميوش. مش عرفنا اللي المدرب هو اللي جابها من الماضي. ها اخي انا مثلا انا اللي نعرف صايره بالتشاور الامور بين بيناتهم الزوج. تسمع فيا شحال نقول ولا السيد قال سي حمادي الدو جاب لنا من العباد. جبناه وش على العباد. ايوا علاش قلت لك مش كل شيء مش كل شيء مش بزوج جاب حمادي الدو اش بيهم لهم العباد على شوات خايف يا سيدي نمشي معاك ناسيونال دكدوك كيف يا احمد يا صاحبي عايش مخبينا يا انا معاك توا اين هي الاداره اين هي الاداره واضح ما يتلخش المدرب تقول هذوما ماهمش تاع الاتوال على تجيب فيهم حبيت تقول حاجه مختار